في سنة 2012 كنت أخذ تدريب من الجامعة في واحدة من الشركات، فكنت يومياً أمر على مدينة مصدر. كان فيني فضول يعني أعرف أنهم شو قاعدين يسوون، فكنت أمر وأشوف البنيان اللي كانت تطلع في مدينة مصدر. حسيت أني أنا شفت نفسي في هذا المكان. سكنت في مدينة مصدر كطالبة ماجستير في إدارة النظم الهندسية، تخرجت سنة 2016. أنا أعمل في قسم تطوير الأعمال والاستثمار في مصدر، دوري يقوم على قيادة المشاريع من بداية المشروع وحتى مرحلة البناء. طبعاً خلال هذه الفترة إحنا نقوم بالتحليل الفني، المالي، القانوني للتأكد أن في مردود مادي للشركة إمارة أبوظبي ولدولة الإمارات. الهدف من إنشاء شركة مصدر هو المساهمة في تنويع مصادر الاقتصاد في دولة الإمارات وعدم الاعتماد على النفط كدخل أساسي. اليوم تساهم شركة مصدر في تحقيق المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي لعام 2050. اليوم مبادرة تستثمر في محافظ متنوعة ومنها مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. شعب محطة شمس أحدى أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية مركزة على قيد التشغيل، وواحدة من أهم المؤتمرات اللي ستستضيفها دولة الإمارات السنة القادمة هو مؤتمر COP28 اللي يعكس دور دولة الإمارات واهتمامها في مجال التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.